هذه المبادرة أطلقها مجموعة من المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير تضامنا مع العديد من الشباب الذين تعرضوا للإصابة في العيون نتيجة استخدام القوة المفرطة واستخدام أساليب القمع الغير مرخصة وهي بنادق الصيد، وتعرض الكثير من المتظاهرين إلى أصابات في العيون ومن ثم تم تلف عيونهم بالكامل. فقام العديد من المتظاهرين في ساحة التحرير بالتضامن مع الجرحى ومع المصابين نتيجة استخدام القوى المفرطة واستخدام بنادق الصيد. فاليوم هذه المبادرة هي رفض لاستخدام أساليب القمع واستخدام بنادق الصيد. لبيك يا علاء.